بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، الأساتذة الأفاضل، أنا محدثكم عدنان قلعجي من فريق منصة أريد للتقديم. يسرني أن أرحب بكم في هذه المحاضرة العلمية والتي تحمل عنوان الجامعات والتنمية في سياق البيئة المحلية والوطنية، والتي تأتي ضمن فعاليات المحفل العلمي الدولي 14 بنسخته الإلكترونية. إن الجامعات تعد من أهم مؤسسات المجتمع التي تساهم في دفع عجلة التنمية والتطور، فهي مراكز للبحث العلمي والابتكار، وبيئات خصبة لتخريج أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وبناء مستقبل واعد. لقد شهدت المجتمعات عبر التاريخ تطوراً ملحوظاً بفضل ما تقدمه الجامعات من أبحاث ودراسات تسهم في حل المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق تأتي محاضرتنا اليوم لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعات في تعزيز التنمية المستدامة وتفاعلها مع البيئة المحلية والوطنية. إن التنسيق بين الجامعات والمجتمع يتطلب تعاوناً مستمراً واستثماراً في القدرات البشرية والمعرفية، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الشراكات الفعالة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات المختلفة في المجتمع، كما أن تشجيع البحث العلمي وتطوير البرامج التعليمية يسهمان بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق وتحقيق الأهداف التنموية. أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية، وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور لقاء مكي الذي سيلقي علينا هذه المحاضرة القيمة، آملين أن تكون هذه المحاضرة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والابتكار في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في بلادنا. والمعرف لا يعرف، فالأستاذ الدكتور لقاء مكي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، أستاذ مشارك في جامعة قطر، أستاذ الإعلام في جامعة بغداد سابقا، له عشرات البحوث الإعلامية والسياسية، صحفي ومحرر أخبار وكاتب عمود ومقال منذ العام 1980. حياكم الله سعادة البروف لقاء مكي، والصلاحية كاملة معكم، فتفضلوا مشكورا مأجورا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لجميع الأستاذات الأخوات والأخوة الحاضرون في هذه المحاضرة وفي هذا المحفل، وشكرا لمنصة أريد على تنظيم مثل هذه الفعالية وعلى هذه الفرصة للحديث عن الجامعات. كانت المحاضرات السابقة عموما جميعها مهمة، وأرجو أن تنال الآراء التي وردت فيها العناية اللازمة من قبل المؤسسات البحثية وإدارات الجامعات في الوطن العربي، لأنها مهمة وبالتأكيد لها دور أساسي، ويجب أن يكون لها دور أساسي في الارتقاء بالعمل الجامعي والتعليم العالي في منطقتنا. ما سأتحدث عنه ربما ورد بعضه في المحاضرات السابقة، ولذلك المفاهيم الأساسية سوف لن أركز عليها، لأنها بالتأكيد طرحت ثم أنها من بديهيات الأمور، فلا نريد أن نقضي فيها وقتا إضافيا غير مفيد. للجامعات مثل كل المؤسسات الاجتماعية الأخرى دور في التنمية المستدامة، سواء الجامعة بوصفها المؤسسي كتنظيم تنظيم منظمات الدولة، أو بوصفها الاجتماعي وطبعا العلمي، وبالتالي فهي متعلقة حتما كمنتج للمعرفة ومنتج مواهب أو للقدرات البشرية، متعلقة حتما بقصة التنمية وبمتطلب التنمية وبالتأكيد التنمية المستدامة. لكن الجامعات لا تعمل بمعزل عن بيئاتها،
نحن حينما نتحدث أحيانا عن المؤسسات في المجتمع، سواء كانت حكومية أم غير حكومية، ربما لضرورات المعرفة والعلم نجردها من المتغيرات أو العلاقة مع المتغيرات الأخرى. لكن الجامعة بشكل خاص، من بين ربما مؤسسات محددة لها علاقة مباشرة بالسياق الذي تعمل فيه في البيئة. هذه البيئة سواء كانت محلية، وأقصد بالمحلية المناطق المحددة، يعني داخل مدن أو بلدات معينة، أو على الصعيد الوطني العام في عموم البلد، يعني على صعيد الوطن بكامله، هذه البيئة سواء كانت بيئة اجتماعية أو ثقافية أو أيديولوجية أو قانونية أو سياسية، طبعا اقتصادية، كل هذه العناصر في البيئة المحيطة تؤثر وتتأثر بالجامعة وبعلاقتها بالتنمية المستدامة أو بتأثيرها على هذه التنمية. سنلاحظ هنا، سنحاول التركيز على هذا الأمر بشكل خاص خلال الدقائق المقبلة. تعريف التنمية المستدامة، ولا أريد الغوص فيه كثيرا، لكن علينا أن نلاحظ أن هذه التنمية تعتمد مفاهيم معينة تتعلق بالمستقبل. هي لا تركز فقط على الحاضر مثلما نعمل مع التنمية. التنمية هي عملية النمو السنوي في القدرات الإنتاجية والبشرية وإلى آخره، وفي عملية الرفاهية، تحقيق الرفاهية للمجتمع. التنمية المستدامة هي في الواقع تتعلق بتلبية الحاضر والمستقبل، وأن لا يكون الحاضر أو التنمية الحالية في نسبة النمو الاقتصادي مثلا على حساب المستقبل وعلى حساب الأجيال المقبلة. لذلك هي تتضمن تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. طبعا أيضا تهدف إلى التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للتنمية بدون أن يكون شيء على حساب آخر، بمعنى أن تحقيق الرفاهية الذي يتطلب مثلا توفير وسائل النقل للجمهور بشكل مريح ومستمر و يعني ورخيص التكاليف، هذا سيستدعي نوع من الموارد أو نوع من الوقود السهل والسريع، ولكن هذا سيؤدي إلى الاحترار الحراري كما يجري حاليا. ولذلك الدول المرفهة، الدول المتقدمة، الدول الغربية هي أكبر منتج للكربون في العالم، في حين أن الدول الفقيرة التي لا تستهلك الوقود بشكل كبير لأنها ليس لديها مصانع ضخمة تستهلك الوقود، وليس فيها وسائل نقل ضخمة أو عددها كبير تستهلك الوقود، هي أقل الدول تسببا بهذا الاحتباس الحراري أو هذه العناصر الكربونية في المناخ، وهي الأكثر أقل تأثيرا ولكنها الأكثر تضررا كما نعرف. طيب الآن على وفق هذا المفهوم، إحنا إذا لاحظنا أنه يعني مفهوم التنمية المستدامة أن تحقق التنمية دون أن تمس بالجيل المستقبلي، إحنا في هذه الحالة هل نفترض أن الجامعة لها صلة مباشرة، من بين كل المؤسسات الاجتماعية لها صلة مباشرة بهذا المفهوم، بتحقيق هذه الفكرة، هذه الثنائية، بمعنى هذا التوازن، أن يكون الحاضر جيد ولكن ليس على حساب المستقبل؟ مثل هذا النمط يحتاج إلى أشياء محددة. أولا يحتاج إلى أن يكون هناك تقدم علمي يحاول التوازن بين الحالتين. يحتاج إلى أن يكون هناك رؤية غير تجارية، بمعنى أن تكون هناك رؤية خارجة عن حدود الربح المجرد، وبالتالي هذه ربما المؤسسات التجارية المحضة، مصانع، الشركات الكبرى يعني، أو حتى الدول أحيانا،
قد لا تكون مناسبة لعملها، لأن الربح الحالي الفوري هو ما يهم هذه المؤسسات وليس الرؤية للمستقبل. طيب، أيضا هذا النمط من التوازن يحتاج إلى المستقبل نفسه، وأتكلم هنا عن جيل المستقبل، الأجيال المقبلة، بمعنى الجيل الذي سيؤسس المستقبل أو الذي سيعيش في المستقبل والمستقبل القريب بطبيعة الحال أو حتى المتوسط. هذا الجيل هو الذي سيعمل على توفير هذا التوازن من أجل نفسه في المستقبل. طيب، وين تتوفر كل هذه العناصر؟ التقدم، عدم الربحية، التقدم العلمي أقصد، والتجارب العلمية والقدرات العلمية، وعدم الربحية، والجيل اللاحق نراها تتركز في الجامعة حقيقة. هاي ناهيك عن الاستقلالية النسبية والمناخ العام داخل الجامعة. جامعات حقيقة، الجامعات قد تكون المكان الأنسب لتوفير مثل هذا التوازن. طيب، في هذا النمط، نمط علاقة الجامعة بالتنمية المستدامة، هناك هو في سياق بيئتها طبعا، هناك مستويان. المستوى الأول هو يقدم الجامعة كنموذج داخل البيئة، داخل بيئتها، قابل للتعميم، بمعنى أن الجامعة يمكن أن تصنع شروط وفرص وإمكانيات التقدم والتنمية المستدامة داخل بيئتها الجامعية، وأن يكون هذا النمط قابل للتنفيذ والتعميم داخل الدولة أو داخل البيئة المحلية. لكن من ناحية ثانية، الجامعة بوصفها الاجتماعي هي مهددة أيضا، هي تواجه تحديات حقيقية داخل السياق المحلي والوطني، سياق يعني قيود و وتحديات اجتماعية أيديولوجية وثقافية كما سنرى لاحقا في الدقائق المقبلة. بالنسبة للمستوى الأول، ما الذي يمكن أن تفعله الجامعة؟ أولا، ابتكار الحلول التقنية. احنا نتحدث عن أمور معينة تحتاج التنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة على سبيل المثال، اللي هي الاستفادة من الهواء والرياح والشمس، هذه من أجل توفير الطاقة مثلا. يعني بدل الآن في العراق مثلا، احنا عندنا مشكلة كهرباء مزمنة، وفي دول أخرى خلال هذا الصيف، في مصر اللي ما كانت تشكو من أزمة كهرباء الآن فيها أزمة، دول عربية أخرى حتى بالكويت انقطعت الكهرباء. يعني احنا نتكلم عن أزمة حقيقية. طيب، هل كان هناك تفكير جدي بقصة الطاقة الشمسية؟ ما هي الألواح الشمسية، وما شاء الله شمسنا يعني تستطيع أن توفر الطاقة للعالم ممكن. طيب، ليش لا يجري الاستفادة منها؟ وطبعا إمكانيات الرياح أيضا. داخل الجامعة هناك فرص للاستفادة من هذه على أساس تجريبي، وبالتأكيد هذا النمط التجريبي قد يتحول إلى نمط قابل للتعميم. طيب، الأمر الثاني، تطبيق المعايير، تطبيق معايير الاستدامة. الاستدامة لها معايير معينة، بمعنى أنه أنت لا تستطيع أن تقدم شيء وتهمل آخر. وبعدين في نمط معين لمدى الاستفادة، أنت قد لا يمكن أن تجعل يعني الاستفادة من الطاقة المتجددة بنسبة 5% وتقول هذه التنمية مستدامة. المعايير تحتاج أكثر من هذا، وأن يجري زيادتها بانتظام من أجل أن تحسب ضمن نمط التنمية المستدامة. ثلاثة، إشراك الطلبة. الطلبة اللي حدث عنهم باعتبارهم هم الجيل اللاحق، الطلبة يحققون شيئين أساسيين. الأول هو أنهم هم الجيل الذي سيستفيد من تطبيق التنمية المستدامة. الجيل بهذا نفسه بعد ما يتخرج ويصبح منتج، وبعد 15 سنوات لا يواجه أزمات حقيقية فيما يتعلق مثلا بالمناخ، أو يتعلق بنقص الموارد، أو شحة المياه، أو مشاكل.
يعني الموارد الطبيعية بشكل عام اللي الآن تستهلك بشكل مبالغ به. والثاني أن هؤلاء الطلبة سيكونون وهم جزء من المجتمع، جزء جوهري من المجتمع، سينقلون التجربة التي سيطبقونها في جامعاتهم إلى مجتمعاتهم المحلية أو الوطنية، لا سيما في باب التعود على هذه الأنماط والتقاليد الجديدة في التعامل مع البيئة، مع الموارد البيئية المتاحة. إحنا حقيقة تعاملنا مع الموارد البيئية تعامل فيه قدر كبير من الترف، من الإسراف، بسبب عدم القدرة على تنظيم النفس. يعني كيف نستخدم المياه، كيف نستخدم المساحات المزروعة، حتى تعاملنا مع الكتلة الخضراء تعامل فيه قدر كبير من الأذى والوحشية أحيانا، ونرى كيف أنه المساحات الخضراء تقل لصالح الأبنية السكنية مثلا. حتى نمط البناء المعمار، الاستيراد قوالب معمارية جاهزة من الغرب وبناها في منطقتنا الحارة، في حين هذا صمم لمناطق باردة مثل الشبابيك الضخمة الزجاجية، الأبنية الزجاجية اللي تسرب كميات ضخمة من الشمس، في حين أبنيتنا القديمة بالمنطقة إذا ربما هي ما زالت موجودة وقائمة في عواصمنا المختلفة، في دمشق، في بغداد، في القاهرة، في لبنان، في الأردن، تجد أن الأبنية لا تبنى من الإسمنت، من الجص، الجدران عريضة، ولذلك هي في الصيف الحار تجدها معتدلة، وفي الشتاء البارد تجدها أيضا معتدلة، لأن هناك عوازل معينة في عملية البناء. طيب، جعل الجامعة نموذج اجتماعي. إحنا الأساتذة والطلبة هؤلاء كما أشرت جزء من مجتمعاتهم، بالتالي سينقلون التجربة، وخلق جيل مستقبلي متوافق مع معايير الاستدامة ويدرك فوائدها وتحدياتها. وهناك نماذج عديدة لذلك، الطاقة المتجددة كما أشرت، تدوير النفايات. يعني إحنا لليوم من نشوف في بعض الدول أو بعض المناطق من هاي السلال المهملات، وكل وحدة تتعلق بنمط معين من النفايات من أجل تدوير النفايات، لأن هناك نفايات قابلة للتدوير، فحتى ما تروح وتصبح جزء من بيئة ملوثة، يعني يتم حرقها، والحرق هذا سيؤدي إلى انبعاثات أخطر من النفايات نفسها، يجري تدويرها. حتى الآن لا نستطيع التعامل مع هذا النمط من توزيع النفايات بطريقة منظمة. الطالب حينما يمارسها في جامعته بشكل إيجابي وجيد، حينما يخرج راح يمارسها بالمول أو يمارسها بالشارع، وربما يعلم أهله على ممارستها. النقل المستدام، يعني في كثير من جامعاتنا ضخمة مساحتها واسعة، فالنقل فيها يتم بالباصات أو بالسيارات الخاصة، لأنه النقل يعني انتقال من قاعدة رئاسية إلى أخرى قد يستغرق وقت طويل، يعني من غير الممكن في المشي، يعني من غير الممكن، يعني الوقت ما بين محاضرة أخرى يمكن 10 دقائق طالب مستحيل يوصلها، لأن بعض الجامعات كبيرة جدا، وهذا موجود في جامعات كثيرة، يعني القاهرة، جامعة بغداد، لكن نمط التدريس في جامعة بغداد يمكن يسمح بالدراسة في مكان معين، لكن في جامعة قطر مثلا لا، يعني أنت تنتقل تحتاج بالسيارة مسافة 10 دقائق حتى توصل للمكان المحاضرة الآخر بسبب الزحام، مشي مستحيل لأنه راح تضطر بالحر تمشي في منطقة مفتوحة. فالمهم، طيب لماذا لا نستخدم العجلات؟ طبعا البعض سيقول، وهذا هو اللي أتكلم عنه، المجتمع. يعني جامعة العلوم والتكنولوجيا في إربد بالأردن طبقت هذا. هاي الجامعة لديها قطار داخلي يوصل الطلبة من مكان إلى مكان داخل الجامعة، هي أيضا مساحتها ضخمة. طبقت يعني وفرت من خلال تطبيق ذكي العجلات الهوائية، الدراجات الهوائية لغرض التنقل. طبعا ربما طبيعة الأزياء، الملابس،
الوضع الثقافي في البلدان يسمح أو ما يسمح. في أوروبا هذا سهل ويسير، والطلبة يجون الجامعة بالدراجات، لكن نمط الثقافي يساعد أو لا يساعد، وهذا هو اللي يتحدث عنه بالجزء الثاني. المبادئ الخضراء، يعني شو المشكلة إذا كان هناك هذا النمط من الأبنية؟ يعني في مشكلة عمليا، وهذه بالمناسبة ليست يعني في بلدان معينة لديها أجواء جيدة، مصر، القاهرة، الأردن، فلسطين بالتأكيد، سوريا، العراق، من الممكن جدا عمل هذا. يعني جامعة بغداد صايرة وسط النهر، وسط نهر دجلة، يعني أصلا هي مدورة تحيط النهر بها من 3 جهات مقر الجامعة. لكن في الرياض جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا مثلا حصلت المرتبة الخامسة بالعالم والأولى عربيا في المناطق المباني الخضراء وفي التنمية المستدامة، في حين بالصحراء نجحوا. يعني المسألة لا تتعلق بتحديات البيئة والوجود المياه والحر، هذه في الرياض اللي هي ما بها نهر لكن فيها مناطق خضراء. واحنا نعرف انه ابو ظبي هي من اكثر المناطق كعاصمة، من اكثر العواصم العربية خضرة، مع انه ابو ظبي قبل يعني قبل السبعينات، قبل تأسيس دولة الامارات، كانت ليس فيها مياه، حتى سكانها محدودين جدا من القبائل لأنه ما فيها مي، يعني الآبار صعبة عليهم. كيف حصل هذا؟ هنا التحدي والابتكار والقدرة وعملية التنمية. فلذلك في فرصة يعني أنه أنت تجعل جامعتك خضراء، الأبنية الخضراء. أنظمة الطاقة الحرارية، وين المشكلة أنه نجعل أحد الأبنية في أحد الأبنية في الجامعة من هذا النمط، أنه أنا أستخدم حرارة الأرض؟ ما هو الأرض بالداخل على بعد عمق 300 متر ما في لا حر ولا برد، يعني الجو معتدل أو ما يمكن أن يحصل من عنده. ولذلك المياه في الشتاء، مياه الينابيع اللي هي جوفية، مياه تطلع من الينابيع تكون بالشتاء حارة وبالصيف باردة لأنه الجو ما يتغير. الأبنية الموفرة للطاقة، الحفاظ على المياه، نمط الرش في الحدائق، السقي، سقي حدائق الجامعة إلى آخره، نمط الاستخدام وعملية الشبكات الذكية، بما في ذلك الشبكات الذكية لاستحصال أجور الكهرباء والماء، لأنه إحنا لحد الآن الناس تتهرب من العدادات بطريقة يعني احتيالية معينة، ولذلك تصرف كثير من الطاقة، وهذا هو اللي يجب أن يعني أنت كيف تمنع الناس من صرف الطاقة؟ خلي يكون بلانتي، يعني جزاء من المال، يعني يكون الطاقة لها سعر، طبعا عشان توفر لهم لازم بديل، مش تخليهم هكذا. الإضاءة بتقنيات الـ LED، وهذه أصبحت سائدة نسبيا يعني، لكن هي موفرة للطاقة. طيب، لكن هل يمكن للجامعات أن تلتزم بذلك؟ يعني المشكلة إحنا عندنا أن الجامعات بشكل عام حتى إذا أرادت أو كان لديها هذه النية تواجه إشكالات عميقة، منها التعود، منها المال الاقتصادي، يعني الجانب الاقتصادي، توفير الأموال والقدرة الإدارية. يعني تعال أنت نظام الأولويات باختصار، الأولويات، هل أنا أولوية عندي كرئيس جامعة أن أوفر هذه البيئة المستدامة والتنمية المستدامة للطالبة وعلم عليها، أم أنه أنا أوفر له مقاعد جيدة وقاعات مكيفة ومماشي منظمة يعني شيء بس يعني الأساسيات. وهذه إشكالية كبيرة، أنه إحنا إذا كنا بنأسس جامعة الأساسيات ما موفريها، على شو يعني؟ وإحنا فعلا أبنية جامعية هي مدارس ابتدائية ما تصلح، يمكن بيوت مأجريها، والأخص منها الجامعات الخاصة. لذلك في إشكالية كبيرة بالإدارة، بالقيادة المؤسسية للدولة في التعامل مع الجامعات، في قدرتها على أن تخلق جامعة حقيقية. ولذلك إحنا أيضا يعني هل يمكن أن نفكر، يعني جامعة ستانفورد مثلا
تستخدم الطاقة المتجددة 50% 65% من احتياجاتها. يعني 20 مبنى بها. لذلك كوبنهاجن إلى آخره، هاي جامعات، طبعا جامعة الملك عبد الله من ضمنها. التحديات اللي أمامنا هي طبعا التكاليف، العادات الراسخة ومقاومة التغيير، وهذا النمط موجود ليس فقط في المجتمع، بالإدارات، القيادات التعليمية، الافتقار للخبرة. يعني أنا أزعم أنه بعض الكثيرين في المؤسسات الحكومية لا يعرفون ما هي التنمية المستدامة وما هي أهميتها. التنسيق بين الإدارات، وأتكلم هنا عن الإدارة الجامعية وإدارات الدولة، أو حتى داخل الإدارة الجامعية نفسها، القيود التنظيمية، قياس التقدم، موازنة الأولويات اللي تحدثت عنها، وناهيك عن الاستدامة. نظام الاستدامة البيئية هو طويل الأمد، بمعنى أنه ما في نتائج سريعة، ما في أرباح، ما في نتائج سريعة، تحتاج وقت إلى أن تتحول إلى نمط وأن يكون لها نتائج حقيقية على الأرض. طيب، المستوى الثاني اللي هو التحدي في الواقع. كيف ننظر للمجتمع للجامعة؟ جامعة، المجتمع يحترم الجامعات وينظر لها بوصف ممتاز، الأستاذ الجامعي، العميد، رئيس الجامعة، طالب أن يروح الجامعة أهله يفرحون، يعتبروا هذا هي ما زال هيبة اجتماعية نسبيا. يعني طبعا هذه قلت بسبب لأسباب عديدة، لكن بشكل عام ما زال دخول الجامعة يعتبر طموح بالنسبة للأسر. مع ذلك الجامعة أيضا تواجه تحديات في المجتمعات المحلية والوطنية. المجتمع يطالب الجامعة أن تكون على أعلى مستوى علمي، وأن تنافس مجتمعات أجنبية كبرى. لكنه بالحقيقة لما الجامعة تستخدم أو تقوم بإجراءات من أجل الوصول إلى هذا النمط العالي المستوى علميا وإداريا، ترى أن هناك ضغوط شتى تمارس عليها من قبل المجتمع نفسه. يعني أنت من ترسب طالب 100,000 واسطة تجيك حتى تنجحها، يابا هذا ما يصلح، هو كان طالب فاشل، لكن يعني المجتمع يريدك أن تنجحه، وهذه مشكلة كبيرة خصوصا بالمجتمعات المحلية المحدودة في المحافظات مثلا، لأنه هناك سيطرة، هناك وجهات اجتماعية تضيع بالعاصمة، لكن داخل المدن الصغيرة، يعني الجامعات داخل المدن حكومية أو أهلية، لا، هناك شيخ القبيلة إلى مكانة أهم من المحافظ أو بمستوى المحافظ. المحافظ نفسه هو الرئيس هناك، مدراء الدوائر، الوجهاء، هذه كلها قدرات تأثير وخطرة على المجتمع، وما يفهمون أنه هذا ابن الشيخ ما نجح. يعني لذلك هو يقول لك انجح وصير جامعة جيدة، لكنه ما يساعدك فيها. مثلا التنمية المستدامة تستلزم عناصر تقنية، اقتصادية، علمية إلى آخره، لازم تكون متوفرة. طيب أنت إذا كان هذه العناصر كلها أو جزء مهم منها غير محسوب لك، يعني أنت إذا قلت للوزير التعليم العالي والله أنا أريد أموال حتى أعمل الأبنية الخضراء، ما يعطيك، لأنه هو أصلاً ما عنده، يعني يدوب يمول لك ما تحتاجه لغرض النهوض بالجامعة وتسيير أعمالها. وبالتالي أنت يوم بعد يوم تفقد قدرتك، تفقد قيمتك العلمية، وتصبح متأخر في بال يعني بالاتراك الخاص بالجامعات في العالم. ولذلك لا أحد يسأل ليش إحنا جامعاتنا عموماً صارت بمواقع متأخرة، لأنها الأولويات عندها ليست هي الأولويات الأساسية الحقيقية، سواء على مستوى الدولة أو سواء حتى على مستوى الجامعات نفسها، الأولويات داخل الجامعة. طيب طبعا نتكلم عن هذا، يعني ميزانيات، شروط تأسيس الجامعات. ليش الجامعة من تتأسس الآن الجديدة والأهلية ما يطالب منها أن يكون مساحات الخضراء مثلا، وإذا طولب لا ينفذ بالشكل الصحيح الأبنية الخضراء، عملية الاستدامة، عمليات وضع محطات خاصة للطاقة، الطاقة النظيفة، هذه ليش بتكون جزء من شروط التأسيس؟
على الأقل على الأقل نشتغل بما هو مستقبلي. مستوى تدخل الدولة، وهنا نتكلم عن المستوى الوطني، يعني حقيقة في كثير من دولنا لم يكن جميعها هناك تدخل، على الأغلب خطير من قبل الدولة وسيء. يعني مثلا تكريس الأيديولوجيا في المناهج، نظم عموما يعني باستثناءات ربما محدودة، وأتكلم خصوصا عن المناهج الجامعية الحكومية، يعني الجامعات الحكومية، هناك محاولة لفرض مناهج أو على الأقل اعتبار جزء من المناهج خاصة بالحكومة، تكريس الأيديولوجيا، تدريس دروس معينة وغالبا ما تكون متطلبات جامعية تكون متعلقة بأيديولوجيا النظام، وعندما يتغير النظام تتغير الأيديولوجيا. اللي درس الأب ما يدرس الابن، أو ربما الابن يدرس عكسه تماما، فيصير هناك تنافر ما بين الأيديولوجيتين، وبالتالي إحنا أمام جامعات هي بالحقيقة مصدر الأيديولوجيا وليست مصدر الفكر. القبول الاعتباطي ومنح الدرجات وزيادة الدرجات على المعدل لأسباب كثيرة معظمها سياسي، سياسي محض، لا علاقة له بالاستحقاق الحقيقي. بالتالي نمط القبول لا يكون مراعي لأولاً قدرات الطالب العقلية والقدرات الذهنية، والثاني قدرات أو رغبة الطالب نفسه. قبول حتى القبول العادل من خلال القبول المركزي ربما يأخذ الطالب إلى مكان لا يريده، يعني لا يريده من ناحية الشغف، ويدرسه هو مجبور لأنه القبول المركزي أخذه إلى. هذه مسألة يعني يجب أن سياسات القبول يعاد النظر فيها. القبول المؤدلج والمقنن لصالح فئات معينة يعني، ومنها الأغنياء على حساب الفقراء، يعني الغني يمكن يروح لأي جامعة خاصة ويأخذ الشهادة وهو لا يستحقها، وهناك أنماط معينة لا سيما في الدراسات العليا من يقبل ومن لا يقبل، منح الرخص للجامعات الخاصة، تعيين الإدارات الجامعية، هل جميع رؤساء الجامعات والعمداء يستحقون هذا المكان أم لا، أم أن الأمر يتعلق بمنصب سياسي أو علاقات شخصية، ثم تقييم أولويات الجامعة، أولويات التقييم الجامعي، يعني إحنا نقيم الجامعة نسبة النجاح مثلا، ما حققته من نسب نجاح، ما حققته من نسب خريجين، أم توسعها فيما يتعلق بالاختصاصات، عدد طلبة الدراسات العليا، أم أن هناك أنماط أخرى للتقييم، البحوث العلمية، مدى التقدم، الإنجازات الجديدة، الاقتباسات، أو ما يتعلق بإجراءاته في مجال التنمية المستدامة. طبعا على المستوى الاجتماعي المجتمع يطالب الجامعة كما أشرت بالحزم، لكنه يمارس الواسطة أو الضغوط. المجتمع يطالبها بالتنمية، يعني التنمية، مشاركة الجامعة بالتنمية بشكل صحيح تحتاج لتوزيع التخصصات فيما يتطلب مع سوق العمل في المستقبل وليس الآن، لكنه يضغط على الجامعة لقبول أبنائهم بالهندسة والطب، لأن هناك نمط اجتماعي يحب الهندسة والطب، لكن هذا مو هو فقط المهنتين أو الاختصاصين اللي يحتاجهم المجتمع. المعاهد مثلاً، واحنا نذكر جيدا ان المعاهد غير مرغوبه مثل الجامعه لبكالوريوس، هذا دبلوم، لكن المعاهد مهمه للدوله في التنميه لانها تخرج ناس تقنيين، الاباء او الاسر تحبذ الجامعه على المعهد، وممكن تاخذهم جامعه خاصه حتى ما يذهبون الى معهد حكومي. المجتمع مثلا ايضا ينتقد الجامعه لانه تخضع احيانا للمتنفذين في الدوله، لكنه ايضا يمارس الوساطة من خلال المتنفذين أنفسهم. أحيانا المجتمع المحلي في الجامعات المحافظات يحس أن الجامعة المحلية هذه تابعة له، يعني تخصه، فلازم القبول، التعيين، الابتعاث يخص أبناء أكثر من الآخرين اللي ممكن القبول المركزي من محافظات أخرى يأخذهم لهذا المكان. طبعا في العاصمة أيضا يحصل هذا التأثير، لكن هو عموما تأثير نسبي. احنا مجتمعاتنا العربية عموما مجتمعات متماثلة، مجتمعات تقليدية، لذلك تأثيرها وتأثرها بالنمط الجامعي فيما يتعلق بالتنمية المستدامة أو أي نمط آخر هو متماثل على أغلب الأحوال. شكرا جزيلا، وأنا اكتفيت لهذا القدر، وننتظر أسئلتكم. شكرا، تحياتي.
نعم دكتور، نعم نعم نأخذ باب الاستفسار والمداخلات. تفضل تفضل. نعم نعم أحبتنا الكرام، من أراد أن يستزيد من هذا العلم فبإمكانه طرح سؤال واستفسار، إما في برفع أداة اليد أو يطرحها في صندوق الدردشة الشات، ونحن نطرحها على سعادة الدكتور لقائك. تفضل أحبتي الكريم. طيب، باب المناقشة والاستفسارات مطروح، فمن أحب أن يستزيد فليرفع أداة اليد أو يطرح سؤاله في الشات. طيب، معنا المشاركة الأولى من دكتور مبروك الحازمي، تفضل دكتور. دكتور مبارك الحازمي، تفضل. مرحبا يا أستاذ عدنان، حياك الله، أهلا بالدكتور، يا مرحبا. مساء الخير لك ولسعادة الدكتور محاضرنا الدكتور لقاء على هذه المحاضرة القيمة الحقيقة، يعني نعتبرها مهمة بالنسبة لجامعاتنا العربية في الوقت الحاضر. سؤالي لسعادة الدكتور، يعني الوضع الآن لكثير من الجامعات العربية يعني تغذي المجتمع بأفراد وخريجين كثير، ويعني إلى درجة إغراق المجتمعات بكفاءات غير مفيدة. يا ترى ما هو دور الجامعات وسوق العمل اليوم؟ أستاذ عدنان أتكلم ولا نعم تنتظر؟ نعم العفو دكتور، تفضل تفضل. نعم، شكرا جزيلا دكتور. هذا سؤال حقيقة مهم، وربما كان ملح أيضا، وسمعناه كثيرا من قبل سواء التربويين أو المنشغلين بقصة التنمية وحتى رجال الدولة. ليس هناك فرصة لمنع الناس من إدخال ابنائهم إلى الجامعة، يعني الدولة لا تستطيع أن تمنع الجمهور من الاستفادة من وجود الجامعات لإرسال أبنائها، وفي نفس الوقت ليس للدولة القدرة على استيعاب الخريجين من الجامعات في سوق العمل، ولذلك التنافس كبير. الإشكالية هنا مزدوجة، من ناحية المجتمع لم يتعلم، وهذه ليس ذنبه بالمناسبة، مشكلة هل الشهادة هي معيار المهابة الاجتماعية، المكانة الاجتماعية؟ هل الشهادة هي المعيار المكانة؟ أم ما يحقق المرء لذاته في المجتمع أو تجاه المجتمع هو الأهم؟ المشكلة أنه معيار المكانة الاجتماعية عندنا فيه خلل، ولذلك الإنسان يجب أن يحصل على شهادة كبرى من أجل أن يحظى بالاهتمام. وهذا حقيقة إذا لاحظنا في فترة من الفترات في بلدان واجهت أزمات اقتصادية مثل العراق في الحصار، لم يعد الشهادة معنا، لأنها لا تمنحك يعني قدرة على العمل بمقابل جيد، لذلك خفت القيمة، أصبح الناس يعملون بالأسواق وكذا ويتركون الجامعة ويعملون. بعد ذلك رجعت المسألة، الوظيفة العمومية في فترة ما لم يعد لها قيمة أبدا، بالعكس الناس استقالت لأنه أجور المواصلات أكثر من الراتب، وبعدين رجعت والآن في واسطة على العمل والتوسط على الذهاب أو الحصول على وظيفة. القصد أن الأنماط تتغير، لكن إذا ما تابعنا تجربة الغرب
القطاع الخاص اللي يستوعب جزء كبير من سوق العمل، بل هو الجزء الأساسي. احنا ما زلنا الدولة هي أب وأم المجتمع، بسبب أنها دولة ريعية تبيع نفط وتوزع رواتب. إذا بكرة خلص النفط الناس تموت جوع، ما في قطاع خاص. ولذلك دول الخليج نجحت لأنها اعتمدت على القطاع الخاص. سوق العمل بالخليج بالعكس يستوعب الناس، ما في بطالة، ما في بطالة حتى بالمملكة العربية السعودية اللي هي دولة فيها سكان كثر يعني، لكن ما في بطالة لأنه القطاع الخاص يستوعب. أنت لا يمكن أن تنجح في ظل سيطرة الدولة على كل الأنشطة وفشلها مع ذلك. يعني هي ريت دولة أيضا ناجحة، فيها فشل وفيها إدارة سيئة وفيها ناس لا يستحقون المكان. هذه إشكالية في استيعاب هذه ليست مشكلة المجتمع. المجتمع طبعا يعني يبطل يدرس ولا يبطل ينجب ناس ولا لازم يصير أمي، لازم يروحون للجامعة ويخلصون. مشكلة الدولة أنها لا تستطيع، أن لم تقم بعمليات التنمية كما يجب. ما في تنمية، في رأس الشهر لازم نهاية الشهر الدولة توزع راتب ومن فلوس النفط وخلص. هاي إذا دولة نفطية، إذا مو نفطية عليه السلام، يعني تحاول أن تبيع أي شيء. وهذه إشكالية حقيقة يعني كبيرة ما زلنا نعانيها في دولنا العربية بشكل خاص. نعم، شكرا جزيلا. نعم، شكرا دكتور، الله يكرمك، يا رب يحفظك. هل من سؤال أو استفسار آخر أحبتنا الحضور الكرام؟ أعتقد في شاتات. نعم، في سؤال بالشات يقول، طبعا السؤال يقول: كيف أحصل على العلم لأجل خلق مشروع لتدوير، لا أعرف، يعني كأنه غير واضح السؤال، عمل لأجل تدوير نفايات الورق بمصلحة النسل بالجامعة، من أجل اقتصاد دائري مستدام وزراعة نخيل بلد ثمار وليس نخيل الثمار يؤسف وليس لنا فقط. نخيل. نعم، تفضل. نعم، أحصل على الدعم. يعني الأستاذ يبدو من المغرب، والأستاذ عفوا أستاذ لالا زور. أوكي، شكرا دكتورة. طبعا الدعم هنا يتعلق بالقوانين، وهذا الجانب القانوني اللي تحدثت عنه. في دول كثيرة في العالم، المجتمعات الغربية بشكل خاص، في الولايات المتحدة مثلا وفيها أرقى الجامعات في العالم، تبرعات هي من تسير الجامعات. تبرعات اللي تجعل الجامعات تزدهر. وإحنا نتكلم عن ميزانيات بملايين الدولارات، مش يعني ميزانيات محدودة بل بمئات الملايين. هذا النمط من التبرع، لأن المجتمع، رجال المال، الرأسماليين الكبار يعرفون قيمة هذه الجامعة، ربما يعملون معها مشاريع مشتركة. والجامعة أيضا تصدر الفكر والعلم، يعني حينما تتعامل مع مصنع كبير لإنتاج الهواتف مثلا النقالة، وهي تخترع طريقة ونمط معين للشاشات بسبب أساتذتها وطلبتها والباحثين، تبيع المنتج، وهذا المنتج يجيب لهم وارد كبير. بالتالي الجامعة تكون قادرة على التمويل. أما إذا تعتمد على الحكومة والتعليم العالي والوزير، فبالتأكيد ما راح يجيك هذا دكتور، لن يأتي أي تمويل أو دعم، لأن هذا لا يعتبر من الأولويات بالنسبة للدولة. الأولويات أنه يخلص اليوم الدراسي بسلام، والطالب حاضر محاضراته ورايح لأهله، هذا هو المطلوب. يعني مو لأنه أنا أفكر بالمستقبل، لأنه بالحقيقة للأسف الشديد كثير من دولنا تعتمد أنه اليوم يخلص بسلام بكرة يا رب العالمين. وهذه إشكالية كبيرة في نمط التفكير. أعتقد في من الدكتور عمر أحمد عبد الجليل في أيضا سؤال أو ربما نعم، ملاحظة. إيه، في عندنا مداخلات دكتور، تحب ناخذ المداخلات كاملة ولا؟ لا لا، تفضلون الأساتذة. نعم، تفضل نعم، أسمع. الأستاذ محمد تفضل، معك الصلاحية، تفضل.
محمد تفضل، معك الصلاحية. طيب دكتور أحمد تفضل. دكتور أحمد سليمان تفضل. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا اولا يعني اشكر شكرا جزيلا منظمة ريد والقائمين، منصة ريد والقائمين عليها، واشكر الدكتور لقاء طبعا على المحاضرة الجميلة اللي امتعنا بيها. عندي تساؤل بخصوص الجامعات التنمية المستدامة، وحضرتك ما حطيتش في اعتبارك الذكاء الاصطناعي اللي يعني عامل دوشة كبيرة في العالم ونقلة كبيرة، إزاي ممكن إحنا نستفيد أو الدول تستفيد منه في الجامعات؟ ألو؟ نعم، معك دكتور، أنا تمام. سامعك. نعم كنت أود بس إنك تنوهنا على الجزء بتاع الذكاء الاصطناعي والتطورات القادمة للأجيال القادمة، يعني طيب مع طيب ان احنا بنتكلم عن تنمية مستدامة تفيد نعم، اجيال الجيل الحالي واجيال اخرى. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور. شكرا. شكرا. شكرا دكتور. شكرا. نعم، المداخلة الاخرى. أنا راح أنتظرك تخلص حتى أجيب على الأساتذة. تمام دكتور. الاسم الاشتراك جو. تفضل معنا. تفضل. طيب الأستاذ محمد تفضل. السلام عليكم. حياك الله وبياك. السلام ورحمة الله. حياكم الله، حقيقة استمتعنا كثيرا بالمحاضرة الرائعة من الأستاذ الدكتور لقاء، فشكرا له أولا، وشكرا لمنصة أريد التي تشبك دائما بيننا كأساتذة في الجامعات العربية بشكل عام. المحاضرة كانت رائعة، وموضوعها موضوع التنمية المستدامة، وحقيقة الجامعات تعي تماما مفهوم التنمية المستدامة ولديها برامج، لكن للأسف الشديد العامل المحدد لذلك بدرجة أساسية هو الإمكانيات المالية بالتحديد. فإحنا في الدول العالم الثالث وبالذات في اليمن، رغم ظروف التي نمر بها ظروف صعبة، لأن حقيقة من خلال متابعتي للمحاضرة هناك قائمة من المواضيع والإشكاليات التي تواجه الجامعة العربية بشكل عام، وهي قضية التدخلات في القبول وغيرها. نحن الحمد لله رغم ظروفنا في اليمن إلا أننا كثيرا من هذه السلبيات متجاوزينها بمسافة كبيرة. موضوع التنمية المستدامة نحن رافعين على سبيل المثال شعار النظافة لا تصنع إنما يحافظ عليها في كلياتنا، لكن دائما حقيقة تعوزنا الإمكانيات المادية. نتمنى إن شاء الله أن تتحسن الظروف المادية في الدول العربية. شكرا لمنصة أريد، وشكرا للمحفل 14 ولجامعة إربيل حقيقة على هذه الاستضافة. تحياتي لكم جميعا المشاركين في المحاضرة. شكرا شكرا للمحاضرة. شكرا شكرا أستاذ محمد، شكرا، بارك الله فيك. طيب للمداخلة أيضا مع حساب جو، تفضل معكم الصلاحية. طيب سعادة الدكتور لقاء، لكم نعم الصلاحية فتفضل. نعم دكتور تفضل. طيب، شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، طبعا ملاحظة جديرة بالاهتمام. أولا، هذا النمط من التطور هو ليس إنتاجنا، هو إنتاج غربي، إنتاج أمريكي يعني، وبالتالي مفاتيح التقنية الأساسية موجودة هناك وليس عندنا. اثنين، ليس هناك مانع من استخدامه، وهو يجري استخدامه الآن، يعني ليس من الصعب أن يستخدم الطلبة أو الأساتذة في تسهيل مهمتهم، وربما استخدامه فيما هو أكبر، والآن يجري استخدامه على مستوى المهن والأعمال والتصميم الصناعي والتصميم المعماري وأمور كثيرة أخرى. لكن السؤال هو كيف يستخدم ولماذا يستخدم؟ هل يستخدم الطالب الجامعي حتى يكتب به بحث للأستاذ، بحث الفصلي، بحث التخرج، ويعطيه إياه، هو مقاري أصلا، يعني يطلب من الشات GPT يكتب لي إياه،
اشتراك ب 20 دولار بالشهر، يكتب له البحث كامل. أم يشترك بي؟ لا، بإنتاج معارف جديدة، بإنتاج تقنيات جديدة. احنا السؤال حينما نأتي الآن حتى على تأسيس أقسام جديدة بالجامعات، نضع عبارات مثل كلية أو قسم الذكاء الاصطناعي، تمام، لكن هذا الذكاء الاصطناعي بالمناسبة يتطور بطريقة خطيرة، بمعنى ما نراه اليوم مهما وننشئ عليه أقسام علمية ونطلع له مناهج، بعد شهرين يصبح قديم، ولذلك احنا نظل متخلفين عن الركب. الإشكالية الكبيرة هي في ارتباط الجامعات عندنا بالجامعات الكبيرة في العالم وبسوق العمل، يعني أقصد بالسوق التقنية في المجتمع. ليس هناك قدرة للجامعة على أن تمول نفسها أو أن تستمر في تطوير أو المساهمة في التطوير بدون أن تكون فيها شراكات مع المجتمع، حتى لو الدولة شراكات. أنا إذا كان عندي الكلية الطبية أو كلية الهندسة أو التقنيات الاتصالات مثلا في أي جامعة، حينما تقوم بتأسيس شراكات مع الجهات المعنية في الدولة، شراكات علمية من أجل تطوير عملية إنتاجية، تطوير مصنع، تطوير قدرات بشرية، هذا راح يسهم بالجانبين، يعني الجامعة تستفيد والدولة تستفيد والمجتمع كذلك، القطاع الخاص. الذكاء الاصطناعي هو أحد منتجات البشرية الحديثة، يستخدم بشكل سلبي مثل ما هو إيجابي. قدرتنا على استيعابه أولاً واستخدامه في عملية تطوير المنظومات التقنية والعلمية والبشرية متاح، لكن كيف ومن سيستخدمه وإلى أي مدى؟ وهو الآن بالمناسبة ما هو معروض منه للجمهور العام أقل بكثير من الإمكانيات الحقيقية، وهذا مؤكد. يعني الدولة تحتفظ، أمريكا من ينتجه يحتفظ بجزء أساسي، الأجهزة المعنية في الدول الغربية تحتفظ بالجزء الأساسي منه لصالحها أمنيا اقتصاديا، يعني بهذا الشكل. لذلك أعتقد أن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن حتى على مستوى الجامعات بدأوا، أعتقد بعض الجامعات استخدموه، لكن هو ليس مجرد موضة، يعني هو يجب أن يكون جزء من نمط يتعلق ليس به فقط وإنما بكل الإنتاجات ونتاجات التقنية الحديثة اللي هي الآن الثورة الصناعية الخامسة اللي إحنا نعيشها. شكرا جزيلا. بالنسبة للدكتور محمد والإمكانيات المالية، طبعا ميزانية الجامعات هي واحدة من مشكلات يعني مشكلة التمويل. التمويل يبقى مشكلة قائمة في تطوير الجامعات، أمام تطوير الجامعات. وكما أشرت، في الغرب عندهم لديهم أولا دعم حكومي، واثنين تمويل من القطاع الخاص، والثلاثة من الشراكات الاقتصادية أو الصناعية والتقنية مع المجتمع ومؤسساته والحكومة. ولذلك لاحظنا بالمظاهرات الأخيرة حول غزة في الجامعات الكبرى مثل كولومبيا وغيرها أنه جزء مهم من مطالب المتظاهرين قطع الصلة مع الشركة الفلانية ومع الشركة الفلانية، لأن هناك عمل، شغل، عقود بعشرات أو مئات الملايين لإنتاج شيء معين لصالح هذه الشركة أو تلك. وهذا يمول الجامعة ويحولها من مؤسسة فقط لتلقين الطلبة معارف معينة إلى مؤسسة مهمة في السياق الاجتماعي والتنموي، تؤسس لتقدم الدولة، مثل ما أنه هاي القدرات تؤسس لتقدمها هي كجامعة. وعلى هذا الأساس هذه الجامعات تبقى بالرانكينج السنوي، هي مقدمة الجامعات في العالم، لأنه قدرتها التمويلية عالية، لأنه اكتشفت كيف تمول نفسها. ما تنتظر كل سنة الميزانية، إذا ما أقرت بالبرلمان لازم يموتون جوع، يعني مشكلة ما عندهم تمويل حتى يمكن ما يقدرون يشترون يعني لايت للممر. هذه مشكلة حقيقية تواجه الجامعات، هي مشكلة التمويل بسبب سوء أو نقص الرؤية
لدى الإدارات الجامعية بشكل عام، ليس هذه الإدارة أو تلك، بشكل عام. شكرا جزيلا أستاذ عدنان، أعتقد إذا كان في أي إضافة أخرى أو مداخلة نستمع أو نعم أكتب دكتور، حضرتك. بارك الله فيك دكتور. نعم أعتقد أن المداخلات انتهت دكتور، فجزاكم الله عنا كل خير. أشكرك شكرا. وشكرا جزيلا لحضرتك وللأساتذة اللي شاركوا بهذه المحاضرة ولإصغائهم، وأرجو أن تكون المحاضرة مفيدة بشكل أو بآخر. شكرا نعم جزيلا. شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك، سعدت بروف لقائك على هذه المحاضرة الرائعة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتبها لكم في ميزان حسناتكم. نعم أحبتنا الكرام، كنا مع هذه المحاضرة الرائعة لسعادة البروف لقاء مكي، وكانت تحمل عنوان الجامعات والتنمية في سياق البيئة المحلية والوطنية. نعم أحبتنا الكرام، وصلنا معكم الآن إلى طريقة الحصول على الشهادة لهذه المحاضرة القيمة، واسمحوا لنا أن نشرح للشهادة، ومن ثم نتواصل معكم في محاضرة للدكتور جاسم المطيري، والتي سيقدمها بعد هذه المحاضرة مباشرة، والتي تحمل عنوان التنمية المستدامة بالسيناريو تكوين وتمكين. نعم أحبتنا الكرام، سنقوم بالمشاركة الشاشة مع حضراتكم لشرح طريقة الحصول على الشهادة، وقد تم وضع رابط الشهادة والحضور في صندوق الدردشة الشات، وأيضا سنشرحه إن شاء الله بالتفصيل. فعند الدخول إلى محرك البحث جوجل ونكتب فيه منصة أريد، فتظهر لنا الصفحة الخاصة بمنصة أريد والتي تشاهدونها أمامكم. بالنسبة للأعضاء المسجلين في المنصة، فبمجرد ضغطهم على تسجيل الدخول يتطلب الأمر منهم فقط كلمة المرور والبريد الإلكتروني. أما بالنسبة لمن لم يلتحق بعد بالمنصة، فبإمكانه الضغط على سجل مجانا التي تشاهدون في أسفل الشاشة، فيتطلب الأمر منه بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والإنجليزية وبريد إلكتروني فعال وكلمة مرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن فيها، ومن ثم الضغط على التسجيل، فتقوم المنصة بإرسال رابط على البريد الإلكتروني، وبمجرد الضغط عليه نصبح أعضاء رسميين في المنصة إن شاء الله. وأيضا هناك فيديو مبسط لطريقة عملية التسجيل. نعم بعد ذلك أحبتنا الكرام، ننتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة بالمنصة أو ما يسمى بالحائط، ونشاهد فيه البوابة الخاصة بالمحفل العلمي الرابع عشر، المحفل العلمي الدولي الرابع عشر، ونضغط بعد ذلك على الجلسات، نقوم باختيار الجلسات، فندخل إلى الرابط الخاص بالجلسات، نقوم باختيار اليوم الخامس، نضغط على اختيار اليوم الخامس، فيقوم بالتحميل بعض الشيء، ثم نختار بعد ذلك محاضرة الدكتور لقاء مكي والتي تحمل عنوان الجامعات والتنمية في سياق البيئة المحلية والوطنية. نضغط بعد ذلك على نيل، هذا هو الرابط الخاص بالشهادة، فننتقل مباشرة بعدها إلى الرابط. نضغط على الإصدار، وقبل ذلك بإمكاننا تعديل الاسم أو اللقب وغيره من الأشياء التي نحب أن نضيفها مع الاسم، كان يكتب أحدكم الدكتور كذا أو كذا. نعم نضغط بعدها على إصدار الشهادة، فيتطلب الأمر بضع رسوم رمزية وهي مقدارها 10 دولار. وبالنسبة للأعضاء الذين يمتلكون العضوية الاحترافية، فبإمكانهم تحميل جميع الشهادات مجانا، وهذه الرسوم ننوه إلى أنها لاستمرارية المنصة فقط. نعم أحبتنا الكرام، وسنشرح أيضا معكم طريقة تعبئة الرصيد، فبإمكانكم الضغط على علامة الزائد في أعلى الشاشة اليسرى، بعد ذلك ننتقل إلى الصفحة الخاصة بطرق تعبئة الرصيد، ومنها عبر أعضاء أريد أو البطاقة الائتمانية، وأيضا عن طريق الباي بال، وعبر شركاء الحوالات المالية والتي توجد فيها أرقام لجميع شركاء منصة أريد، لكل دولة يوجد الرقم الخاص به، فبإمكانكم التواصل معهم، وأيضا عبر الويسترن يونيون، وهناك أيضا فيديو مرفق يشرح فيه طريقة تعبئة الرصيد.
كما ننوه أحبتنا الكرام إلى أنه سنقوم أيضا إن شاء الله برفع التسجيل الخاص بهذه المحاضرة على الصفحة الخاصة لمنصة أريد على اليوتيوب. نعم أحبتنا الكرام، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وهذا هو شرح تفصيلي لطريقة الحصول على الشهادة. نعم ابقوا معنا أحبتنا الكرام، وسننتقل إن شاء الله معكم لمحاضرة جديدة قيمة يصحبنا فيها الدكتور جاسم المطيري. دقائق إن شاء الله وننتقل إلى المحاضرة.